حنا على التقاعد، حنا مجموعه وكنا كنتبعوا واحد البطاقه الى اواخر 2019. دارت واحد الاتفاقيه برمات ما بين مجلس المدينه او ومع الشركه اللي كتسير القطاع حاليا، وحنا كمتقاعدين ما دمجوناش بالنسبه للبطائق ديالنا والمنشات الاجتماعيه وواحد العدد المسائل ديالنا. ملي دوينا مع المسؤول ديال الاداره اللي هو حاليا في هذه الشركه، قالوا لي انتم غير مدمجين بتاتا، حيدوا نحرمونا من البطاقه، مع العلم ان عندنا قانون اساسي كيضمن لنا هذا الركوب، هذا القانون الاساسي اللي موقع منذ 1979 من طرف الدوله شخص الوزير الوزير الاول انذاك. تحرمنا من الركوب، كيطلع دابا الانسان المتقاعد او الزوجه المتقاعد او الارمله، كاين المراقبين كيما يقولوا دخل 35 درهم او يسحبوا لها البطاقه اللي هي ديال نقل المدينه ماشي ديال الارزه حاليا. الى رفض كيلتجئوا به للدائره الامنيه، وكيجي المسؤول المدني كيفتحوا معاه تحقيق وكيديروا ليه محضر، وكيبقى الانسان محتجز تما تقريبا ما ينعس 4 أو 5 ساعات، كيرجعوا للبلاصه اللي ركب فيها. مثلا الى كمل البرنوصي ونازل للمدينه تيقول لي مين ركبتي، تيقول كيرجعوا بالحافله تال البرنوصي وكيشدوه تما، والانسان راه مسن ومعرض لواحد عدد الامراض وما كيرحموش. مع العلم ان كنلقاو الناس ديال الامن كيتفاهموا الوضعيه، كيقدروا الظروف ديالنا، كيتعاملوا مع الاخوان بلطف صراحه. هادي هذا كلمه حق. حنا المشكل ديالنا ما عندناش مع الدوله، الدوله ما نسالوها والو، حنا عندنا مشكل مع مجلس المدينه في شخص العمده والناس المنتخبين اللي هما كيمثلوا الشريحه ديال المواطنين، كانوا بالاحرى يدافعوا لنا حنا كمستخدمين كوزراء خدمنا في هذا القطاع وقدمنا خدمات جليله وخدمنا في مناسبات وطنيه ودينيه ورياضيه. كنا كنبداو في 5 الصباح وكنساليو في 12 الليل ونجيو الناس ديال الليل كيوزوا الحافلات، وتعرفوا المعاناه ديال السائق والقابض والتقني والحافلات اللي كانت انذاك، ونوجدوا باش نامنوا نقل المواطن البيضاوي بصفه خاصه والمواطن المغربي بصفه عامه. وهاد الناس الوقت اللي ولاو في مركز القرار، هاد الناس ديال مجلس المدينه اللي هما منتخبين، اللي كان بالاحرى يدافعوا علينا لانهم كانوا انذاك طلبه وكانوا كيروحوا معنا بواحد المساهمه رمزيه، جهزوا لنا المكتسبات ديالنا وبنينا حنا واحد القصير، بينما واحد العدد ديال المؤسسات من النساء كيتحال على التقاعد كيبقى يستافد من مخيمات، من مسائل اجتماعيه، من حنا هاد الناس داو لنا كل شيء، طمسوا لنا الهويه ديالنا كطوابسيه بهذا الاسلوب. انا دابا لو نقول لك خدمت 40 عام في الطوبيس ما عنديش وثيقه كدل على اني خدمت في الطوبيس، انا كنفتخر بانني قدمت خدمات وكنت في خدمه المواطن، وهاد الناس داو لنا كل شيء، طمسوا لنا الهويه ديالنا ودرنا واحد عدد المراسلات من 2018. وهاد الناس ديال مجلس المدينه وعدونا على انه حنا غيدمجونا كمتقاعدين في هذه المفاوضات او في هاد تسير المفاوض او في هاد الاتفاقيه. من اخر المطاف كنجيو كنلقاو راسنا حنا خارج الاطار وما كاينينش بتاتا، ودونا المخيمات ديالنا كاين في موزار وبوزيد وافران اللي هي عباره عن اطلال دابا كتريب وما تصلحاتش يبغوا يدوها لنا، ومركب الرياضي اللي كاين في الوزيج دابا لواحد عدد الهكتارات اللي خادتو جهه مسؤوله ما خادوه جهه مسؤوله ما اللي كيتاجروا فيه وكيقولوا ملعب القرب وكيكروا بواحد العدد ديال الاموال كيدخلوا فيه اموال طائله الدوله لينا حنا بدون وما عوضوناش، كنا كنطردوا فيه حنا وليداتنا، كان عندنا فريق ديال الكره تا هو مشى بحالو تا هو جازوا عليه. ودابا كاين عندنا واحد المقهى في داخل المركز تمنعنا منه، حيدوها وتمنعنا حنا كمتقاعد ما ندخلوش للقهوه، والانسان المتقاعد غير مرغوب فيه بتاتا. ومني كانت الطوميس كيشدوا الانسان امام المواطنين وكيبهدلوه حتى كيقولوا المواطن يقول حنخلصوا له، يقول الانسان حنا ما بيناش حنا يمكن حنا عندي باش نركب ولا اخر وكذا. كاين واحد عدد العائلات، كاين الارمله اللي عندها 3 أو 4 الوليدات كتربح 50%، الاجره هزيل ما يمكنش تسير الحياه. حنا من هنا من هنا وطالب مسؤولين على مجلس المدينه والناس اللي غيروا على الوطن الحبيب وعلى سلطه في هذه البلاد وعلى راسهم صاحب الجلاله نصره الله باش يشوف من الحق، يشوف من حقنا. حنا قدمنا خدمات جيده لهذا البلد وبغينا الانصاف، هاد الناس يعطونا حقنا المكتسب ديالنا، لا نطالب بزياده ولا بترقيه وما شابه ذلك. نطلبوا من السيد وزير الداخليه والسيد والي صاحب الجلاله على الدار البيضاء والسيد عمدة الدار البيضاء بان يعطينا هذا الحق ديالنا اللي هو حق شرعي وكنتازوا به. راه من العيب والعار باننا اصبحنا شيوخ ويبداو اولاد قد اولادنا يبداو يمسخوا فينا وسط الطوبيسات. حنا راه ما عندناش سيارات ولا حنا على متقاعدين على قد الحال، ويشوف دوك الارامل والايتام مساكن اللي ما عندهمش ما كيربحوش ما كيتقاداوش الصالير مزيان
وحتى الشؤون الاجتماعيه ديالنا راهم نهبوها علينا، راهم داوها علينا، اللهم انا هذا منكر.